استشهاد فلسطيني وجرح مستوطنين إسرائيليين بعملية طعن في الضفة والقدس. خطف 3 أمريكيين جنوب بغداد وداعش يعدم 14 شابا في الموصل. مقتل 10 جنود سعوديين في استهداف آليتهم العسكرية عند الحدود اليمنية قرب حجة. وإصابات بصاروخ على كليس التركية الحدودية مع سوريا. أهلا بكم إلى الميدانية من الميادين. وفي ميادينها لليوم: من الميدان الفلسطيني ناصر اللحام من بيت لحم، من الميدان السوري محمد الخضر من دمشق ورضا الباشا من حلب، من الميدان العراقي عبد الله بدران من بغداد، ومن الميدان اليمني أحمد زبيبة من صنعاء. وطبعا لمتابعة هذه التطورات ينضم إلينا في الاستوديو الباحث العسكري العميد المتقاعد شارل أبي نادر. أهلا وسهلا بك معنا سيد شارل. أفادت وسائل أعلام إسرائيلية بإصابة إسرائيليين في عمليتا طعن منفصلتين في بيت لحم والقدس المحتلة. مصادر الاحتلال أكدت إصابة إسرائيلي بجروح في عملية طعن بالقدس، فيما أصيبت إسرائيلية بجروح بالغة بعملية طعن في مستوطنة تقوع جنوب شرق بيت لحم. مصادر طبية أكدت استشهاد منفذ العملية، فيما رفعت قوات الاحتلال حالة تأهب وعززت الحواجز الأمنية في البلدة. إجراءات عقابية توعدت بها الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين في ضوء استمرار الانتفاضة وتنامي عمليات المقاومة، وفي مقدمتها نشر حواجز إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية. نسرين سلمي والتفاصيل. حواجز إسرائيلية جديدة وإعادة إحياء مواقع عسكرية أخلقت في السنوات الماضية، قرارات بدأت سلطات الاحتلال بتنفيذها في أنحاء الضفة الغربية بعد 4 أشهر فشلت فيها في قمع انتفاضة القدس. الخليل جنوب الضفة الغربية كان لها نصيب الأسد من إجراءات الاحتلال. محافظة الخليل تتعرض لهجمة عسكرية لتصعيد، لعقوبات جماعية، لإغلاقات غير مسبوقة أثرت على الوضع الاقتصادي، أثرت على الوضع الاجتماعي، ستؤثر قريبا على افتتاح المدارس. إسرائيل أعلنت تجديد إجراءاتها حتى فيما يتعلق بالحواجز العسكرية المقامة أصلا، كما عززت من قواتها في المناطق الفلسطينية ب4 فصائل من الجيش. كل ما هناك أصبح تضييق على شعبنا الفلسطيني أصبح فيه هناك تصعيد من قبل الفلسطينيين اتجاه الاحتلال الإسرائيلي. هذا ليس يعني جديدا وليس غريبا بأن قوات الاحتلال تأتي بقوات معززة أو بجيش مدرب. إسرائيل أبلغت نيتها بناء أبراج مراقبة جديدة في أنحاء مختلفة من الضفة، تحديدا في شمالها، فيما دعا قادة فلسطينيون إلى اتخاذ قرارات مصيرية للرد على اعتداءات إسرائيل. يتوجب علينا اتخاذ قرارات مصيرية بحيث نعلن المناطق بموجب الاتفاقيات، المناطق فئة مناطق ألف مناطق محررة من الاحتلال الإسرائيلي، وأي دخول أو تواجد إسرائيلي يجب أن نشتبك مع هذه القوة الاحتلالية. نشر الحواجز ليس آخر التهديدات الإسرائيلية التي توعدت بإعادة اجتياح الضفة إذا ما استمرت عمليات المقاومة. الجدران الفاصلة والحواجز العسكرية ليست أفكارا إسرائيلية جديدة، بل طبقتها في الانتفاضتين الأولى والثانية وتسعى إلى زيادة أعدادها في الانتفاضة الثالثة، رغم إدراكها عدم قدرتها على قمع المقاومة الفلسطينية، أو على الأقل هذا ما يؤكده خبراؤها الأمنيون والعسكريون. نسر سلمي من أمام حاجز قلندي، الفاصل بين القدس ورام الله، الميادين.
وينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحام طبعا عبر خدمة سكايب للوقوف معه عن الأجواء سواء في الضفة أم حتى في القدس على خلفية هاتين العمليتين المنفصلتين عملية طعن طبعا، أيضا للوقوف على العقوبات التي تتخذ بحق الفلسطينيين والمزيد من التفاصيل على الأرض. تفضل ناصر. نعم، على هذه خطوات يقوم بها الاحتلال متوقعة وأن كانت تأخرت لأسباب تكتيكية. حاول الاحتلال أن يكسب معركة إعلامية وأن يظهر نفسه بأنه وضحية وأن الفلسطينيين هم الذين يهاجمون، وأبعد الدبابات والمدرعات وأدوات البطش عن الكاميرات، لكن سرعان وأمام عمليات نوعية قتل فيها مستوطنين، ما فقد الأمن، مستوطنات فقدت أمنها، لا يستطيع كل هذا الجيش حمايتها، لا حماية الطرقات ولا حماية الأسواق، وحتى دخلت الأمور إلى داخل الخط الأخضر كما لاحظنا في تل أبيب نفسها. إذاك منذ الليلة الماضية شن أيزنكوت، الجنرال أيزنكوت رئيس أركان الاحتلال والحاكم العسكري وكل القادة، شنو حملة التفتيش في الخليل، قطع طرقات، دشم عسكرية، حواجز طيارة من أجل البحث عن منفذ عملية السموع في مستوطنة عتنائيل. عملية القوع جاءت مرادفة لها متماهية معها، حيث قام شاب فلسطيني باقتحام مستوطنة القوع وطعن ابنة الحخام المستوطنة وحالتها خطيرة. الآن إسرائيل تحاول أن تكثف من اجتياحاتها، اعتقالاتها الليلة الماضية اعتقلت 27 فلسطيني حاكم مختلفة، تصادر كاميرات المحلات التجارية، تحاول أن تفقد الفلسطينيين ثقتهم بأنفسهم من خلال وجود وتواجد أمني وعسكري، لكن هذا يدل على ضائقة عند الاحتلال، لا هي مسيطرة على القدس ولا على الضفة الغربية، وبالمقابل تهديدات إسرائيل لأطفال القدس والضفة الغربية بأنه سيعاقبهم زادت الانتفاضة لهيبا. طب ولكن هل هذه الإجراءات فعليا نجحت يعني منع هذا الخوف لدى المستوطنين أم ليس هناك ثقة بعد بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية؟ لا تنجح، وربما على السؤال الأهم ماذا بعد ذلك، بعد أن تستخدم إسرائيل كل أدوات البطش هذه وتقطع المدن من جديد كما فعلت أيام عرفات، ماذا يمكن أن تفعل؟ يمكن أن تحاصر رئيس أبو مازن، يمكن أن تهدم السلطة، تهد السلطة. رئيس عباس قال في آخر خطاب له في بيت لحم بأن السلطة باقية وملك للشعب الفلسطيني، وبالتالي الضرب والاعتداء على مؤسسات السلطة. لاحظنا بأنه الرئيس اليوم في بيت لحم للاحتفال مع الطائفة الأرمنية، ومع ذلك قوات الاحتلال تنتشر في بيت لحم، تجتاح قوع ولعبيات وتقوم بحملات اعتقالات، بالإضافة إلى أن محافظت الانتفاضة على نفسها وعلى لياقتها وعلى اتزانها، وهذا يدل على أن الأمور ستتدهور أكثر وأكثر إذا ما استخدمت إسرائيل أدوات البطش الثقيلة. شكرا لك مدير مكتب الميادين في فلسطين ناصر اللحام، كنت معنا عبر خدمة سكايب مباشرة من بيت لحم. إلى سوريا، حيث أفاد مراسل الميادين بأن الطائرات الحربية السورية والروسية أغارت فجرا على مواقع لداعش في قرى الحصان وجنينية ومحيط البغيلية في ريف دير الزور الشمال الغربي. كذلك استشهدت امرأة وطفل جراء استهداف داعش لحيي الجورة والقصور في دير الزور بقذائف الهاون. هذا وأكدت مصادر ميدانية أن وحدات الجيش والدفاع الشعبي استعادت تلة الرواد والإذاعة جنوب البغيلية. أصدر حزب الله بيانا دان فيه الجريمة التي ارتكبها داعش في دير الزور، وقال البيان إن هذا الإرهاب الحاقد له ضحايا كل يوم وفي كل بلد، ولا يفرق بين الطوائف والمذاهب ولا بين الجنسيات والقوميات. اعتبر الحزب أن ما يستحق الإدانة أيضا هو الصمت العربي والدولي المريب على هذه المجزرة الدموية، إذ لم تحرك هذه الجريمة مشاعر أولئك الذين لا يتركون فرصة تمر دون استثمارها في إطلاق حملات أعلامية خبيثة وبعناوين خادعة. حزب الله طالب كل القوى الحرة في العالم أن تفضح صمت مدعي الإنسانية والمتباكين على حقوق الإنسان. من المقرر أن يدخل اليوم وفد من الأمم المتحدة إلى بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين في ريف إدلب الشمالي. الزيارة تأتي نتيجة طلب الأهالي وبعد انتقادات شديدة وجهت إلى الوفد الذي دخل مضايا عدة مرات من دون أن يزور البلدتين. وسيتولى الوفد الكشف على الحالات الصحية الحرجة لعشرات المواطنين نتيجة الحصار المفروض على البلدتين منذ أذار مارس من العام الماضي.
ومن العاصمة السورية دمشق ينضم إلينا مراسلنا مراسل ميادين طبعا محمد الخضر. والبداية مع هذا الوفد، يعني عما يجري أيضا في الفوعة وكفرية، هل دخل؟ في الواقع حتى قبل قليل الوفد لم يدخل، هو تأخر على ما يبدو. المهمة يعني باتت معروفة هو الاطلاع على الحالة الإنسانية والحالة الصحية لحوالي 20,000 مدني في البلدتين. خلال الفترة الطويلة من هذا الحصار هناك حالات مرضية وحالات تستوجب التوقف عندها ربما للعلاج داخل تلك المنطقة أو حتى إخراجها خارج هاتين البلدتين المحاصرتين. لذلك هناك انتظار في الواقع لدخول هذا الوفد الذي بالفعل الفعاليات الشعبية والأهلية ترى أنه تأخر كثيرا، يعني ليس فقط مقارنة بالمناطق الأخرى وإنما بالفعل جراء الحالة الإنسانية الصعبة التي يعانيها المدنيون في البلدتين في ريف إدلب الشمالي. طيب أيضا في موضوع ما يتعلق طبعا بالميدانيات، إذا أمكن أن نطلع منك على كل التطورات في ريف اللاذقية محمد. في الواقع في ريف اللاذقية هناك العملية العسكرية متواصلة، هناك تقدم بشكل واضح في كل المواقع التي يقوم الجيش بالعمل عليها في المنطقتين سواء في جبل التركمان أو في جبل الإكراد. اليوم كان يعني الحالة الجوية ربما حدت من هذه الاشتباكات، يعني كانت مقارنة بالأيام القليلة الماضية يعني أقل حدة بالعمل الطيران تحديدا. علا هو الأهم في الواقع في ميدانيات سوريا اليوم ما يتصل بدير الزور، يعني في دير الزور هناك معارك عنيفة جدا وصعبة في الواقع بين وحدات الجيش واللجان الشعبية من طرف ومسلحي داعش. داعش يستخدم تعزيزات كبيرة من محافظة الرقة، يريد يعني الضغط على وجود الجيش تحديدا في بلدة البغيلية التي شهدت تلك المجزرة، وأيضا باتجاه مواقع معروفة مثلا معسكر الصاعقة في عياش، المستودعات العسكرية، حتى مقر جامعة الجزيرة الخاصة في تلك المنطقة. على ما يبدو مسلحو داعش يستغلون في هذا الوقت في هذا اليوم الطويل الحالة الجوية. كانت هناك عاصفة غبارية في دير الزور، يعني المصادر تتحدث عن أن الرؤية كانت شبه معدومة، هذا ما يجعل عمل سلاح الطيران ضعيف لدرجة بعيدة، وبالتالي يعني هم حاولوا الضغط والاستفادة من هذا العامل من أجل تحقيق تقدم في تلك المواقع. والمعارك مستمرة، يعني حتى يعني قبل لحظات كنا باتصال مع بعض الفعاليات في تلك المنطقة، معارك عنيفة جدا في الواقع تجري في تحديدا بلدة البغيلية. شكرا لك محمد الخضر على كل هذه المعلومات. من جديد نعود إلى الميدانيات، ولكن ما يجري طبعا في حلب وعلى جبهات حلب، حيث ينضم إلينا من حلب مراسل الميادين رضا الباشا ومعه كل جديد. رضا. نعم علا، لعل أحداث حلب اليوم تقتصر على الصراع بين الفصائل المسلحة من جهة بقيادة جبهة النصر بقيادة أحرار الشام والجبهة الشامية، ومن جهة أخرى تنظيم داعش في أقصى شمال مدينة حلب محيط بقرية المالكية، يشهد معارك عنيفة جدا بين عناصر تنظيم داعش وهذه الفصائل التي أعلن فيها لواء السلطان مراد بأنه يعلن كافة قرى وبلدات ريف حلب الشمالي بأنها مناطق عسكرية، ونصح الأهالي بمغادرة هذه المناطق خاصة القرى والبلدات المنتشرة بين مدينة أعزاز وصولا إلى مدينة جرابلس، وهي التي يقول البعض بأن وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية تتقدم باتجاهها. أعلن هذه المناطق مناطق عسكرية في الوقت الذي طلب من الأهالي في بقية ريف حلب الشمالي بمغادرة القرى والبلدات، طلب من أهالي هذه المناطق بضرورة بالإجبار أن يغادروا هذه المناطق، مناطق عسكرية لا يحق للمدنيين التقدم أو التواجد فيها، وحمل المدنيين المسؤولية في حال وقوع أي ضرر في حال بقيوا في هذه القرى والبلدات. إضافة إلى ذلك شهدت أحياء حلب منطقة القصر البلدي محيط القصر البلدي سقوط قذائف هاون أطلقتها الجماعات المسلحة على هذه المنطقة التي تعتبر جبهة تماس قريبة جدا من وسط مدينة حلب من في الأحياء الوسطية أو مركز مدينة حلب. أضيف إلى ذلك أن الجماعات المسلحة ليلة البارحة إلى فجر تقريبا هذا اليوم حاولت التقدم باتجاه جبهة الخالدية والأشرفية، كانت هناك اشتباكات عنيفة استمرت لأكثر من 4 ساعات لكنها انتهت دون أن تتمكن الجماعات المسلحة من إحداث أي خرق على جبهات الجيش السوري في مدينة حلب.
شكرا لك رضا الباشا طبعا لتحليل هذه المعلومات بشكل أو بنظرة عسكرية. معنا الباحث العسكري العميد المتقاعد شارل أبي نادر من جديد. أهلا وسهلا بك معنا سيد شارل. يعني لدينا أخبار فيما يتعلق طبعا بريف اللاذقية، تطورات ميدانية وأيضا تطورات على جبهات حلب. سنبدأ من ريف اللاذقية والحديث أكثر، شرح أكثر على الخريطة. نعم، مبدئيا المعارك في منطقة ريف اللاذقية بدأت تأخذ منحى تشديد الخناق على آخر معقلين للمسلحين في منطقة ربيعة هنا. نعم، والمنطقة الأساسية أيضا تعتبر منطقة كنسابة، أيضا يجري تضييق الخناق عليها. إذا تكلمنا عن اتجاه ربيعة مؤخرا ومنذ بالأمس، تقدم الوحدات الجيش إلى منطقة الدرة هنا، هذه المنطقة من اتجاه شمال ربيعة، وأيضا تقدم الجيش وسيطر على تلتين أساسيتين في غرب ربيعة، السنديان وكزبر. نستطيع أن نقول أن الضغوطات من اتجاه الغرب باتجاه ربيعة بدأت تشتد، والضغوطات من اتجاه الشمال القريب من اتجاه المنطقة الدرة. هذا في ناحية ربيعة وجبهة. قبل أن ننتقل إلى جبهة أخرى، نذكر أن ربيعة طبعا هي أكبر معاقل المسلحين في جبل التركمان. طيب عن ربيعة قبل أن ننتقل إلى مكان آخر، معركة ربيعة يعني كله عم بيكون بشكل متسارع، تطورات الميدانية وتقدم الجيش السوري عم بيكون بشكل متسارع، هل لربيعة خصوصية تختلف عن هذا السيناريو أم سنشهد أيضا سرعة في الوصول إلى معركة ربيعة؟ هل هي قريبة؟ هل بتت قاب قوسين أو أدنى؟ صح، مبدئيا ربيعة أصبحت محاصرة، مبدئيا أصبحت محاصرة. خسرت ربيعة جميع التلال التي كانت تساندها من اتجاه الشمال، من اتجاه زاهية ومن اتجاه الغرب. نستطيع أن نقول أن ربيعة أصبحت جاهزة كهدف للدخول عليه من الجيش السوري. ولكن هل هناك معوقات قد تكون مدنية جغرافية ربيعة غيرها؟ بما أن ربيعة هي النقطة الأساسية والنقطة الأخيرة في ريف اللاذقية لجهة جبل التركمان، وهي نقطة كانت معقل أساسي وكانت غرفة عمليات أساسية للمسلحين، فيها تحصينات متعددة، فيها أنفاق، والأتراك حتى بطبيعتهم يعطونها أهمية لأنها تعتبر نقطة الارتكاز الرئيسية والأساسية لهم في هذا الجبل. لذلك أعتقد أن إذا لم في دخوله الجيش السوري على ربيعة، إذا لم يترك لهم منفذ للمسلحين، سوف نشهد اشتباكات ضارية، وسوف نشهد أيضا التحامات، وقد يتعرض لعمليات انتحارية إذا لم يترك لهم منفذ، لأن حسب شكل الهجوم الآن هو يحاصرها من كافة الاتجاهات. أصبح لم يبقى لها إلا المحور الوسطي باتجاه كنسابة، وبعد مؤخرا باتجاه جسر الشغور، هذا هو المنفذ النهائي. إذا تكلمنا عن الجهة الشرقية لمنطقة ريف اللاذقية، الجيش السوري أيضا يضيق الخناق على منطقة كنسابة هنا في هذه المنطقة. سيطر بالأمس على تلة مشرفة وأساسية بين سلمة وبين كنسابة تدعى المريج، وهو أيضا يضيق الخناق ويتقدم باتجاه كنسابة. إذا استطاع الجيش السوري في وقت قريب أن يسيطر على كنسابة، نستطيع أن نقول أنه قطع خطوط الانسحاب كاملة باتجاه ربيعة إذا تابع تقدمه من كافة الاتجاهات، وسوف نشهد أيضا معركة ضارية في هذه الاتجاهات. من هنا نستطيع أن نقول أن المسلحين في نقطة ربيعة لديهم حل من اثنين، أصبح عسكريا وميدانيا لا يمكن أن يصمدوا في هذه المنطقة أكثر، هم محاصرون من كافة الاتجاهات. يعني الطيران لا أمامهم سوى العمليات الانتحارية أو الانسحاب من خلال المعبر الذي ما زال متروكا باتجاه جسر الشغور أو باتجاه الأراضي التركية، أو الصدام النهائي واستعمال المفخخات والعمليات الانتحارية كما يستعمل داعش في غير مناطق. طب فتح الجبهتين بيكون بنفس الوقت؟ صحيح، الجيش السوري في كامل ريف اللاذقية ينفذ عمليات في منطقة كنسابة، وهو يضغط الآن باتجاه تلال كوباني والتي هي أساسية باتجاه التحضير للولوج باتجاه جسر الشغور لاحقا. طيب سؤال يعني عن هذه السرعة، ربما يسأل، هناك سرعة ملاحظة في تقدم الجيش السوري ربما ليس فقط على جبهة ريف اللاذقية، ما الأسباب الرئيسة التي تقف وراء هذه السرعة حاليا في هذا التقدم؟ هل هي الأسلحة التي يستعملها، تكتيك معين، خطط معينة، هناك سلاح الجو؟ هناك عوامل عدة، أهمها سلاح الجو.
لا ننسى أن منذ فترة حوالي 3 أشهر التغطية الجوية الروسية، ومؤخرا اشتركت الطائرات السورية بشكل فاعل أيضا مع الطائرات الروسية. نحن أمام عاصفة آتية وطقس سيء، هل سيبقى نفس زخم الغارات؟ صح، نتكلم عن فترة قصيرة 48 ساعة أو 3 أيام، ولكن كنا نتكلم سابقا عن فترة طويلة تخللتها رمايات مدفأ، رمايات طيران مكثفة على نقاط تجمع، على غرف العمليات، على المخازن، على كافة النقاط الأساسية الميدانية والعسكرية للمسلحين. من هنا أصبح المسلحين بوضع ضعيف بشكل عام. هذا إذا ما أضفنا إليه في منطقة الأزكية أو في غير مناطق، الجيش السوري يتقدم ويحتل أو يسيطر على التلال الحاكمة على كافة النقاط التي كان يسيطر عليها المسلحين. هذان العاملين الأساسيين، التغطية الجوية المكثفة مع قصف وكامل لكافة المراكز العسكرية للمسلحين، بالإضافة لسيطرة الجيش السوري على النقاط الحاكمة من خلال عمليات كوماندوس نشهدها، شاهدنا أكثر من عمليات كوماندوس سريعة وخارقة، اخترق فيها في جبل زاهية، اخترق في جبل النوبة، واخترق في أكثر من مكان. هذه تعتبر نقطة إيجابية للجيش السوري، جعلته يتحكم في كافة الجبهة في تلك المنطقة. أيضا سؤال، يعني العمليات الانتحارية اليوم إلى أي مدى تستطيع أن توقف هذه العملية أو هذا التقدم السريع للجيش؟ صح، إلى حد ما لن تستطيع أن توقف السيطرة بشكل عام، ولكن تشكل أذية أو تحدث خسائر في الجيش المهاجم وفي العناصر المهاجمة. لا تؤثر على خطوط الدفاع؟ تؤثر بشكل نسبي، لا تؤثر بشكل كامل، لأن العملية ستكتمل، ولكن العملية الانتحارية ستحدث ويحدث خسائر في الجيش، ويتابع الجيش تقدمه، وتغطية الطيران تتابع وتضغط وتغطي المناطق بشكل عام، ولكن سوف يحدث خسائر فقط لا أكثر ولا أقل. بشكل عام نستطيع أن نلخص، وخصوصا في منطقة اللاذقية، أن الموضوع أصبح منتهيا بالنسبة للمسلحين. هو يلزمه بضعة أيام، يعني مع انتهاء ربيعة يكون ريف اللاذقية آمن بشكل حتى واكن سابع. صح، مبدئيا العمليات متتابعة على الاتجاهين في نفس الوقت. طيب، فيما يتعلق بجبهات ريف حلب، نعم سننتقل إلى حلب. كما قال المراسل الناشط جدا رضا، صحيح، كل التحية له طبعا ولكل الزملاء. العمليات الآن في منطقة حلب هي مقتصرة أو التركيز فيها على الصراع بين المسلحين في الشمال، بين داعش من جهة وبين أحرار الشام وجبهة الشامية من جهة أخرى. نجد الصراع هو في هذه المنطقة مبدئيا، هذه المنطقة الأساسية قرب أعزاز، وتمتد إلى المنطقة الداخلية باتجاه داخل الشمال ريف حلب. إذا تكلمنا عن المنطقة بين جرابلس وبين منطقة أعزاز، تقريبا منطقة معبر باب السلامة أو ما قبلها، داعش يسيطر هنا، ولكن يتعرض لضغوطات من اتجاه سد تشرين ومن اتجاه عين العرب في هذا الاتجاه في المقلب الآخر لنهر الفرات. الوحدات الكردية تضغط بشكل كامل، تستفيد الوحدات الكردية وحدات حماية الشعب الكردي من تغطية جوية أمريكية بالطيران، ومن تغطية جوية روسية، وحتى تغطية جوية للجيش السوري. نستطيع أن نقول أن الضغوطات تتزايد على داعش. قد ايش بيكون قوي هذا الضغط لما بيكون هذه المنطقة أمريكية وروسية؟ هذه منطقة يكون فيها الضغط فاعل جدا، خصوصا الطيران، لأنها خالية من الأماكن السكنية بشكل عام، غير المناطق السكنية في حلب أو المناطق في خان طومان أو المناطق المكتظة بالسكنات، مناطق مزروعات كلها، مناطق مفتوحة شبه صحراوية وفيها بلدات صغيرة وفيها مزارع صغيرة. من هنا الطيران له فعالية قصوى في هذا المجال، ونشاهد أن داعش بدأ يتململ في هذه المنطقة وبدأ يحضر، كما سمعنا أنه في مدينة الباب هنا يحضر للانسحاب، وفي مدينة منبج يحضر الانسحاب. أعتقد أن حظوظ داعش، لكن إمداده ما زال مستمر ومتواصل. حظوظ داعش في البقاء والتمركز في المناطق غرب نهر الفرات أصبحت ضعيفة جدا في المرحلة السابقة اللاحقة. طيب، هل ممكن أن نتحدث نوعا ما عن خصوصية هذه المناطق؟ مبدئيا المناطق خصوصيتها، هذه المنطقة خصوصا ريف حلب الشمالي، تتوزع فيها أعداد متنوعة من المسلحين. نجد الأكراد، نجد داخل المسلحين الذين غير داعش هم أكثر من اتجاه، نجد الجبهة الشامية، نجد أحرار الشام، نجد جبهة النصرة، هناك شيشان، هناك تركستان، هناك كوكازيين، جميعهم على غير متفقين على اتجاه واحد، لذلك هم مضعضعين وهم يتشابكون مع بعضهم في أكثر الأحيان.
دائما شكرا لك سيادة العميد على كل هذه المعلومات. سأعود إليك مع الملف العراقي. في الميدان العراقي أعلنت قيادة عمليات بغداد أن مجهولين اختطفوا 3 أشخاص يحملون الجنسية الأمريكية في بغداد. القيادة أضافت أن المخطوفين كانوا في أحدى الشقق المشبوهة في منطقة دورة جنوب العاصمة، وأن القوات الأمنية باشرت عمليات البحث والتحري عنهم. بدوره دان رئيس ديوان الوقف السني في العراق الشيخ عبد اللطيف لهميم عملية الاختطاف، معتبرا أنها تشكل خرقا للأمن والاستقرار في البلاد. احنا ضد اي عملية اختطاف، احنا مع السلطة، مع اعلى سلطة الدولة. اي عدم استقرار على المستوى الامني ايا كان مصدره، اي خروج على القانون ايا كان مصدره، نحن ندينه، نقف ضده والى اخر حدود، وندينه باشد العبارات. ونعتقد انه اي عملية خروج على القانون هي عملية مرفوضة من اي طرف إن كان. نحن مع تدعيم الأمن والاستقرار وإعلاء سلطة القانون. بالتوازي يواصل الجيش العراقي تقدمه في الرماد، حيث سيطر على منطقة البعثية شمالها، كما أحرز تقدما في منطقة حصيبة شرق المدينة. المزيد مع زهراء الديراني. في ميدان الرماد تشتد المواجهة. الجيش العراقي يواصل تقدمه وداعش يتقهقر ويتكبد الخسائر. منطقة البعيثة شمال الرمادي تحررت، كذلك تحررت أجزاء كبيرة من الحامضية. وإلى شرق المدينة حققت القوات الأمنية تقدما كبيرا في عملية تحرير منطقة حصيبة التابعة لقضاء الخالدية، كما أحكمت سيطرتها على أجزاء من مناطق السجارية وجويبة والمضيق بعد تحريرها الكامل للصوفية والبوسودة والبومحل. وإلى غربها قتل الجيش العراقي 9 عناصر من داعش في منطقة الدولاب، بينهم المسؤول العسكري للتنظيم في المنطقة والمسؤول العسكري لداعش في منطقة جزيرة البغدادي. كما شنت طائرات التحالف الأمريكي سلسلة غارات على مقر لداعش في هيت وناحية كبيسة. أما شمالا فأحبط الجيش 3 محاولات هجوم للتنظيم على منطقتي الجريش والبوذياب. تتجه الأنظار بعد هذه الإنجازات إلى مسألتين: إتمام التحرير بصورة نهائية، والانطلاق إلى مرحلة جديدة قد تكون مثقلة بالمصاعب. أكثر من 200,000 لغم وعبوة ناسفة زرعها داعش في شوارع الرمادي، ودمار طاول نحو 80% من المدينة. تقرير للأمم المتحدة كشف أن المعارك أدت إلى تدمير أو إصابة أكثر من 4500 مبنى. وبحسب محافظ الأنبار فإن الرمادي تحتاج إلى 15 مليار دولار لترميم ما أفسدته الحرب في مدنها وأقضيتها. بعد الرمادي الكل ينتظر الحسم في الفلوجة لتقود محافظة الأنبار إلى كنف الشرعية العراقية، فتحريرها سيمثل الضربة القاضية لداعش والخسارة الأبرز التي ستؤسس لانهياره في العراق. تواصل الأجهزة الأمنية العراقية عمليات تأمين المقددية وشمال وشرق بعقوبة مركز محافظة ديالى بعد حملة التفجيرات التي طالت مساجد في المنطقة وهجمات داعش الانتحارية عليها وعلى قرى الحمادي في محاولة للسيطرة عليها. عبد الله بدران. على وقع هجومين انتحاريين لداعش استهدف المدنيين في المقدادية شمال شرق بعقوبة مركز ديالى، طاولت نار العبوات عددا من مساجدها. لم يكن الحادث ليمر سريعا، سارعت الأطراف إلى العمل على إجهاض الأزمة الجديدة. فالمعركة بحسب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أوسع، ولا خيار إلا أن يعيش المجتمع الملون في بيئة واحدة، توصيف أجمع عليه الأفرقاء العراقيون في رسم تطور الوضع شمال شرق بعقوبة. والهدف تهدئة الأمور، كما أن السلاح بيد الدولة ولا يمكن السماح لأي مدني بالتحرك مسلحا في وأد لأي فتنة. أي عدم استقرار على المستوى الأمني أيا كان مصدره، أي خروج على القانون أيا كان مصدره، نحن ندينه، نقف ضده
وإلى آخر حدود. فيما تستغل بعض الأطراف الحادثة لتوسيع الإشكال في المقدادية وتصوير التطورات على أساس مذهبي وحرب طائفية، كان للموقفين الشيعي والسني رسميا وشعبيا اتفاق على التهدئة. قادة في الحشد الشعبي سارعوا متبرعين إلى إصلاح الأضرار المادية، ورئيس الحكومة وعد بتحقيق العدالة، وفصائل المقاومة وجدت في الأزمة محاولة لحرف أزمة المواجهة مع داعش والاستغلالها سياسيا. هنالك أطراف كثيرة تحاول أن تستثمر في الأزمة وتستثمر في الطائفية لأغراض سياسية بحتة. تطورات تترافق مع حملة إجراءات أمنية في مناطق ديالى وجنوب شرقها لإحكام الحضور الأمني. هجمات انتحارية وتفجيرات واستهداف لدور العبادة، سيناريو قديم عاشه العراق في العام 2006 ودفع ثمنه غاليا، أريد له أن يتكرر اليوم لكنه لم يؤتي نتائجا. بعد حملة الإدانة الواسعة وملاحقة المذنبين على قاعدة لا فرق بين عراقي وعراقي إلا بالانتماء للعراق. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. ويبقى معنا الزميل عبد الله بدران من بغداد. يعني عبد الله، قبل الحديث عن الإجراءات الأمنية في بعقوبة وحتى قبل الحديث عن تقدم الجيش في الرمادي، إذا أمكن يعني أن نتوقف وإياك عند موضوع خطف الأمريكيين الثلاثة، وإن كان من معلومات جديدة تتعلق بهم وطبعا تداعيات هذا الموضوع، وإن كان هناك مواقف جديدة. تفضل. حتى هذه اللحظة علا، بالنسبة للمواقف الرسمية للجهة الأمنية، فإن غرفة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد على اعتبارها المسؤولة بشكل مباشر عن أمن العاصمة العراقية بغداد وما حصل هو في منطقة حي الصحة بمنطقة الدورة جنوب العاصمة العراقية بغداد، أكدت أن ما حصل هو مؤشرات على اختطاف ثلاثة أمريكيين نعم الجاهدين للوصول إلى مصير هؤلاء الذين اختطفوا مع مترجمهم. المعلومات الرسمية أن ثلاثة هم من أصول عراقية، أحدهم مصري، يعني اثنان عراقيان وواحد مصري جنسيتهم أمريكية، يعملون في إحدى شركات المقاولات، وواحد منهم يعمل بصفة مدرب عسكري. المقر الأربعة بما فيهم المترجم في مطار بغداد الدولي، وكانوا في دعوة بحسب التوصيف الرسمي لقيادة عمليات بغداد. الحادث حصل في منطقة دور الصحة وفي شقة مشبوهة، والمعلومات التي وردت للميادين أن ثلاثة تم اختطافهم من قبل مسلحين بسيارات دفاعية الربع دفاعية رباعية الدفع، وهناك معلومات عن أن الأربعة قد تم نقلهم خارج العاصمة العراقية بغداد. هناك إجراءات أمنية تعيش العاصمة في مداخلها وفي داخلها بدوريات مشتركة من قبل الجيش والانضباط العسكري وكذلك عناصر الشرطة الاتحادية والاستخبارات، كل ذلك يجري بحثا عن المختطفين. حتى الآن لم تتبنى أي جهة مسؤولية الخطف ولم ترشح أي معلومات لدى الأجهزة الأمنية العراقية إن كانت هناك جهة تقف وراء هذا الحادث. الأمريكيون يتواصلون عبر السفارة الأمريكية مع قيادة عمليات بغداد والأجهزة الأمنية وغرفة العمليات المشتركة من أجل الوصول إلى مصير هؤلاء. نعم. وإلى الميدان يعني معك طبعا تقدم الجيش في الرمادي، المزيد من التفاصيل وعن الإجراءات الأمنية في بعقوبة، وهل استتب الوضع في هذه المنطقة؟ تفضل. بالحديث عن بعقوبة، ما حصل كما ذكر يعني ورد في التقرير، فأن الهجوم الانتحاري الذي شنه داعش على إحدى المساجد في منطقة المقدادية شمال شرق بعقوبة، وبالتزامن فجر سيارة مفخخة، كانت هناك عدد من المساجد قد استهدفت بعبوات ناسفة، تمت السيطرة على الوضع بمجرد دخول الأجهزة الأمنية العراقية. الوضع تأزم شمال شرق بعقوبة لبعض الوقت، ويعني بدأت التهدئة مع وصول رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في زيارة ميدانية للموقع، كذلك وصول رئيس البرلمان سليم الجبوري على اعتباره هو أيضا من أهالي ديالى وممثلا عن ديالى في البرلمان العراقي قبل أن يصبح رئيسا. هناك تطويق للمنطقة وسيطرة على الوضع. هادي العامري أيضا أحد قادة الحشد الشعبي وهو نائب رئيس هيئة الحشد، أعلن بأن الحشد سيكون ملزما بإصلاح ما تضرر، ليس يعني لأسباب تحمل مسؤولية وإنما بواجب التعامل الأخوي في العراق. هناك مواقف مساندة لهذا الموقف. هناك أيضا الفرقة 15 في الجيش العراقي اليوم لديها معالجات أمنية في هذه المنطقة، خصوصا أن منطقة الرمادي. عبد الله الحمادي، الرمادي بشكل سريع. عبد الله،
نعم، منطقة حسين الحمادي يحاول داعش السيطرة عليها، أن سيطر عليها بحسب التقديرات الأمنية، فإنه يغلق طريق بغداد بعقوبة شمال شرق العاصمة العراقية بغداد بالاتجاه غربا صوب محافظة الأنبار. هناك تقدم في الثرثار بحوالي 20 كيلومتر كعمق صوب منخفض الثرثار. القوات الأمنية العراقية في معالجات مستمرة في جوابة وتل مشاهد بعد إكمال الصوفية. حسب ما علمنا فإن الصوفية اعتمدت كمقر لتجمع القوات الأمنية العراقية، وبالتالي هي قلصت من خطوط الإمداد وطولها. نعم، شكرا لك عبد الله بدران مراسل الميادين، كنت معنا من بغداد. مشاهدينا فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة الميدانية، انتظرونا. من جديد مشاهدينا أهلا بكم، ونكمل في ملف العراق، حيث قتل داعش 14 شابا رميا بالرصاص في ساحة السجن غرب الموصل بعد اختطافهم من منازلهم بذريعة التعاون مع الجيش العراقي بحسب ما أكد مراسل الميادين. إلى ذلك أفاد مراسلنا بمقتل ما يسمى والي قضاء البعاج لدى داعش مع 8 قادة من التنظيم في قصف للتحالف الأمريكي استهدف به منطقة الشيشان غرب الموصل. من جديد إلى استوديو مع الباحث العسكري سيادة العميد المتقاعد شارل أبي نادر لمزيد من الشرح عن كل التطورات الميدانية طبعا على الخريطة، الأنبار، لحويجة، مكحول وغيرها من المناطق. تفضل سيادة العميد. نعم، مبدئيا بدأت تتوضح الخريطة العسكرية في العراق بعد السيطرة على الرمادي. الآن نشاهد هناك ضغوطات باتجاه منطقة السجارية ومنطقة باتجاه الحبانية امتدادا للفلوجة. نستطيع أن نقول أن الفلوجة هي هدف أساسي كبير في منطقة الأنبار ونهائي في منطقة الأنبار أو في وسط العراق. إذا أمكن أن نشرح الغرق. يعني لمن لا يعرف طبيعة أو خصوصية هذه المنطقة. نعم، نشرح عنها أكثر. الفلوجة هي المركز الرئيسي لتجمع قيادات داعش مبدئيا. الفلوجة هي تاريخيا هي حيث نمت داعش وتمدد داعش. الفلوجة تاريخيا وخلال المعارك وخلال دخول داعش وسيطرته على كافة المناطق العراقية كانت الفلوجة فيها المعامل الخاصة بالسيارات المفخخة وكل الأمور العسكرية الخاصة والتي يصنعها داعش والتي لها علاقة بالعمليات الانتحارية والتي لها علاقة بالعمليات الإرهابية كانت تنطلق من الفلوجة أساسية. لذلك الفلوجة هي الآن هدف يتم التحضير له في بعد السيطرة على الرمادي، يتم التحضير له من اتجاه الغرب، وهناك منطقة بين المخليفة. عندما نقول التحضير له، يعني نحن بعد في أي مرحلة؟ هل هو بالمنظار القريب أم البعيد؟ مبدئيا منطقة تعتبر من أصعب المناطق أمنيا وعسكريا في العراق، هذه المنطقة التي نتكلم عنها. بعد السيطرة على الرمادي من حوالي أكثر من أسبوعين خلت، الآن تمت سيطرة على منطقة الصوفية وهي قريبة من الرمادي وشرق الرمادي، ونحن نلاحظ أن داخل مدينة الرمادي ما زال هناك تنظيف للعبوات الناسفة وللألغام التي زرعها داعش. لذلك نستطيع أن نقول أن العمل يجري على قدم وساق من قبل الجيش العراقي والقوى الأمنية، ولكن تعتبر أصعب منطقة من ناحية العبوات، من ناحية المفخخات، ومن ناحية تغلغل عناصر داعش في هذه المنطقة بين المدنيين وبين المواطنين العراقيين. أوراق القوة اليوم تعتبر صعبة. أوراق القوة لدى الجيش العراقي اليوم بهذه المنطقة، هل لديه أوراق قوة في هذه المنطقة باعتبار أهمية منطقة الفلوجة بالنسبة للمسلحين؟ صحيح، الجيش العراقي ينفذ عمليات هجومية واسعة، عمليات عسكرية واسعة وأمنية كاملة. تعتبر بالنسبة للجيش العراقي منطقة عدوة بالكامل، هو لا يستطيع الدخول إليها إلا بمعركة عسكرية، لن يستطيع التقرب من المدنيين لأن داعش يقفل على المدنيين، وخصوصا بعد خسارة الرمادي. ونتكلم أيضا عن خسارة كامل الداخل بين بيجي وتكريت في منطقة صلاح الدين هنا حتى بغداد. لذلك داعش نستطيع أن نقول أنه بالنسبة له الرمق الأخير أو الورقة الأخيرة هي منطقة الفلوجة، لذلك سوف يقاتل ببراسنه كما يقال بكافة أساليبه المعهودة الانتحارية والإرهابية للمحافظة على هذه المنطقة، لأنه كما قال المراسل عبد الله أيضا عبد الله مراسل ناشط ويدخل في التفاصيل العسكرية والميدانية ويصورها جيدا. بعد خسارة منطقة الفلوجة بالنسبة لداعش نستطيع أن نقول أن داعش فقد نقاط الارتكاز الأساسية في كامل العراق، وهو أصبح بدون أساس وبدون سند لمعاركه في المرحلة الثانية.
سنكمل معك سيادة العميد ولكن في الملف اليمني بعد هذه الأخبار، حيث أكدت مصادر أمنية مقتل عشرة جنود سعوديين في استهداف آلية عسكرية سعودية محملة بالجنود في المناطق القريبة من ميدي الحدودية في محافظة حجة، فيما ارتفع إلى أكثر من 30 شهيدا وجريحا حصيلة الغارات السعودية على إدارة أمن وسط العاصمة صنعاء. وقال مسؤول في أجهزة الإسعاف إن البحث لا يزال مستمرا بين الأنقاض عن ضحايا محتملين، وقد أدت الضربة الجوية إلى انهيار جزء من المقر، وأصابت أيضا مسجدا اعتاد أفراد شرطة المبيت فيه. الدور الأول والدور الثاني هو من جديد جنرال إليك، ومع الخارطة خارطة المناطق اليمنية يبدو هناك هستيريا في الضربات الجوية الأخيرة والغارات الأخيرة، ما سببها؟ غارات التحالف طبيعي. السبب واضح، في منطقة تعز هنا فشل كامل لوحدات التحالف ولقوات هادي وقوات الإصلاح المتحالفة ضد الجيش اليمني والوحدات واللجان الشعبية. أيضا في منطقة مأرب هنا ومنطقة صرواح أيضا فشل كامل في الدخول باتجاه صنعاء. إذا قلنا تعز فشل كامل، مأرب فشل كامل، إذا ذهبنا باتجاه الحدود السعودية اليمنية، منذ أكثر من حوالي الثلاثة أسابيع يحاول الجيش السعودي مباشرة الدخول عبر منفذ الطوال، وصل في مرحلة معينة إلى منطقة ميدي ثم تراجع وتعرض لخسائر كبيرة، لا يستطيع الدخول إلى منطقة الطوال. في منطقة الخوبة تتعرض مراكزه دائما لإصابات ولمعارك عسكرية من قبل الجيش اليمني، ويسيطر على مواقع أساسية للجيش السعودي. في منطقة الربوعة هي مسيطر عليها في النار وفي هذه الاتجاه. في منطقة نجران هنا المراكز والمواقع كلها معرضة للإصابات ولرميات من الجيش اليمني واللجان الشعبية، وهذه هي الأسباب التي تدعه. طب هذا إذا ما أردنا الحديث أنه في ثبات، أيضا لا شك أنه في أيضا مقتل عشر جنود في بالداخل السعودي ضربات، لكن نوعا ما يعني وكأنه أصبح نوع من الركود رغم الضربات في الداخل السعودي، أيضا الغارات مستمرة على الداخل اليمني إلى حد أن أصبح الوضع وكأنه لا شيء جديد. صحيح، ستاتيكو عسكري ثابت. بالمنطقة الحربي من هل يعتبر هذا ربح أم خسارة؟ يعني بصعيد الاقتصاد أو الشركات، عدم الربح وعدم الخسارة مع الوقت هو خسارة في المفهوم الحربي، في المفهوم العسكري هذا الوضع إذا استمر ماذا يعتبر؟ بالنسبة للتحالف السعودي هو استنزاف، هم يخسرون أولا في معنوياتهم، ثانيا في آلياتهم، في عناصرهم، ولكن حتى أيضا بالنسبة للجيش اليمني واللجان الشعبية، وبالنسبة للشعب اليمني هو يتعرض لخسائر في المدنيين ويتعرض أيضا لاستنزاف. يعتبر معركة أصبحت تأخذ الخسائر على كافة الاتجاهات، على كافة على الصعيد الإنساني، لا بمقدور أي فريق أن يسيطر ولا بمقدور أن أي فريق أن ينسحب. من هنا هذه الورطة الأساسية بالنسبة للجميع، يجب إيجاد حل ويجب الذهاب إلى المفاوضات، لأنه عسكريا لا يمكن الدخول إلى مأرب، لا يمكن الدخول إلى صنعاء، لا يمكن الدخول إلى تعز، وأيضا لا يمكن التطور أكثر باتجاه الحدود، وهذا من الأسباب التي يدفع البحث عن حل أو تسوية أو ما أشبه. نتابع أيضا مع هذه الأخبار. نقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية تركية قولها أن مواقع لداعش داخل سوريا أطلقت النار على بلدة كيلس الحدودية بحسب ما أظهر رادار للجيش التركي. وكان حاكم كيلس قد أعلن مقتل امرأة وإصابة تلميذ جراء سقوط صاروخ على مدرسة في البلدة، فيما سقط صاروخان آخران في أرض قرب المدرسة. إلى ذلك يعيش عدد من المدن التركية مواجهات بين متظاهرين من الكرد والسلطات التركية. آخر التطورات الميدانية في هذا التقرير لفاطمة رومانيا. لم تهدأ المواجهات والصدامات في العديد من المدن الكردية الواقعة جنوب شرق تركيا. هو الأسبوع الثالث لهذه المواجهات التي تقول الشرطة التركية أنها تخوضها مع حزب العمال الكردستاني، ويقول المواطنون الكرد أنها ناتجة من تمييز ومضايقات تعتمدها القوات الأمنية التركية ضد مناطقهم. ديارباكر وغيرها من المدن ذات الأغلبية الكردية تحولت إلى ساحات حرب مفتوحة على مدار الساعة.
الصدامات أدت إلى مقتل 3 من أفراد الشرطة التركية وإلى إصابة 4 آخرين بعد استهداف مركبتهم المدرعة بقنبلة في إقليم شرناق جنوب شرق البلاد. كما هاجم مقاتلون ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني قاعدة لقوات الأمن التركي في منطقة البنادق دون وقوع إصابات. نبقى في جنوب شرق تركيا وتحديدا في ديربكر، حيث قتل 6 أشخاص شاركوا في التظاهرات التي خرجت رفضا لحظر التجوال المفروض على المدينة على يد القوات التركية، كما ألقت القبض على عشرات آخرين. التظاهرات شملت أيضا منطقة سكاريا وسط العاصمة أنقرة، حيث نظم مثقفون وأكاديميون تظاهرة احتجاجا على خلفية اعتقال الحكومة للمثقفين والأكاديميين في مختلف أنحاء تركيا أثر توقيعهم بيانا يطالب بوقف العمليات العسكرية في مدن جنوب شرق تركيا. وقد استخدمت الشرطة خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. الميدانية انتهت. تذكير بالعناوين: استشهاد فلسطيني وجرح مستوطنين إسرائيليين بعمليتي طعن في الضفة والقدس. خطف 3 أمريكيين جنوب بغداد وداعش يعدم 14 شابا في الموصل. مقتل 10 جنود سعوديين في استهداف آليتهم العسكرية عند الحدود اليمنية قرب حجة. إصابات بصاروخ على كليس التركية الحدودية مع سوريا. للمزيد من الأخبار والتقارير والبث المباشر للميادين يمكنكم زيارة صفحة الميادين على الإنترنت الميادين.net وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. سيادة العميد المتقاعد البحث العسكري السيد شارل أبي نادر، كل الشكر لك على مشاركتنا في الميدانية لهذه الليلة، والشكر الأكبر يبقى لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.